بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كاني واكي كنتن إيات الضباط كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله وسرائرهم من الله سبحانه وتعالى. وحبابي هاي إجراء أحكام الناس ضدك حكم كوضو إسلام إيه كفر عدالة إيه فسق إن لقدريري الله مريو لو داي على الظاهر وحايا كم وقنية فالكوضية رقم كوضة إيه ويردو ذا وحا كم وقنية إن ضدك اللو حكمو أن لقد قوذين أن هوس لو بارين. إجراء أحكام الناس ضدك أحكام توضى الدينيت بلغها الله يا إن القدر يريو على الظاهر أي على ما يظهر من حالهم أيها حال كذا وحكم وقنايا أفعاشو ذي أقواشو ذا وسرائرهم سرت ظهوسي وحقرصون النفاق أما صدقي إيمان إلى الله سبحانه وتعالى الله حقي سيئاتي. قال تبارك وتعالى الله حكمها يعلم الغيوب يعلم السر وأخفى ظاهر يا باطن بألا ألا لو دينية إنه لكن مقال كاكوري وحي موجستان بين كرق مينا وانكحك مينا. قال تبارك وتعالى فإن تابوا هدي شركي كطوبت كينان قالضوا وأقاموا صلاة صلاة توسيان أوغال وأتوا الزكاة زكاة الديبان بحشان فخلوا سبيلهم وضضوا ذاك اللحظة داية آيدك لي أسل سورة هيد بالمدة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين. إذن آيدا سوحيت المانتي ننكي شركي آذان كو أرق صوني زكية صلاة تكني إنو ولال ديني دي هاي إنو ولال ديني دي هاي وحلو راعدو مركا لقوقب صدنا أي سنجرين آيدا بضان بمعنها وشيخ تلمامي كو يميد آيدا سور النساك يا كعدان الله إذا دو شيخ كنسان الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أيضا موضوع الربوء بابك كرحق بطنيد حق ظاهر كترجمة لما لكن أيضه أيضا النسية أيضا هنطوبة اسكم معنا السعودان وأه ذاتك وحي كم مغضى إن لغو حكومه إسلام قال لما فسق عدالة با. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري أمرت وحال الله إفري أمرت وحال الله إفري أحد كفري رسول كفري والا قوي إنو الله سبحانه وتعالى يهينا والا إسكقرنا يا محي إلي فاعلك وحيابها اللوق ويشدوينك اللوشر اللو قريو إماش الله صار وحاكم إذا التفقيم والتعظيم وينين ألا لا وينيني وعربك لقى إلى ألنا في هذا المقام أي اللوجو يي وحنا لو تلا صارت عقل جي جرات كمسلمين تأنا يجرتان نبي محمد عدا أمر يسا هدي تصالح جابن ونن مسؤول أما أسكري أكو هذا أمر بانكو صعدا إسلام مركب حد أجان يسا إنه أمر أحد كي كسر يي بوليس يربى وكحوك ولا أمر بان فلنا يي وحد لا ذا يحاك فار قصام أمري أوسي أسك هذه كميش كوفر يي أوسي إسكي وحكر أمر بانكو صعدا أمر بان فلنيا محل هذاي أسب ديجي كاكوريا كو أمري وأتكفى ميس وما بهند إنا الضبقش هدو صوبانوح عليه الصلاة والسلام والرسول كالله صوت دراه أويد والله إفري يا فري الله سبحانه وتعالى وأتكقر نيسانوي ومرت وحال الله إفري أنا وقاتل الناس ضدك إنا اللدقاء اللمؤون كوها القمون لها القم حتى يشهدوا إلهي كقران أن لا إله إلا الله ألا وين موين أحد حق لقوا عابد إنو سنشرين وأن محمد رسول الله نبي محمد ورسولك إلهي ويهي الله وصدره أمد من الدين كقارسيه ويقيم الصلاة صلاة أغان التوسيان ويؤتوا الزكاة زكاة الديبان وبحشان ومن أجل الله طلق لا يكب حيان فإذا فعلوا ذلك أرنك هالضيالات أو إلهي سبحانه وتعالى التوحيد إيه وله أقران شرككنا كفك هذا نبي محمد الرسالة الدين أقران إيمان صلاة ضدي زكادون إلى الشدان فإذا فعلوا ذلك أفرطا على مهضي لن عصموا وإلى ليه مني أنيق وإيقا دورتين وإيقا إلى الشدان دماءهم ليقو دي يو أموالهم من تدو دي با إلا بحق الإسلام إسلام كحق سوء اللود بقلي مويه ودى حق الإسلام حاكم إذا حديثك لا عاد حديثك أنس كي ابن عمر
ee kale kii abi hurayra kii cuhman bni cafaan baa ugu cadaa kii caaisho xaqulislaam waxaa kow ka ah zina nin muxsana oo meer soo ritay hadduu zina ku dhaco waa la dil oo dhagax baa lagu dili isagoon la gaalaysiinaynin haddaad naf disho bigayri xaqin naftana ay macsuumo ahayd kafaa'ana ay jirto isu dhigantaan waxaa weeye qisaastu meelahay geli jirtay waa laguu qisaasi haddaad ridoodo waa laguu dili haddaad zakadii bixin weydo waa lagugula dagaalamay waa laguu dili salaadeedaa tukan weydo ama waa lagu dili ama waa lagu takfiirinba calaa khilaafi fi lmasal ood garanaysaan marka xaqulislaam waa ballaadhan yahay yacni islaamka aada soo gashay waajibaad iyo xuquuq buu leeyahay ninka xuquuqdaa meel kaga dhaca ama waajibaadkaa fulin waaya xisaab kala u taala laakiin aadamuhu markay diinka soo gelayaan afartaa qodob haddii laga helo maalkooda iyo dhiiggooda waa naga badbaadayaa ninka isagu markuu diinka soo galo wax bi'iya xukumka shareecadu saartay baa lagula dhaqmi wa xisaabuhum xisaabtooda fiimaa asaruu wey waxay qarsadeen oo aysan muujinin la xisaabtankeeduna cala allaahi subxaanahu watacaala ilaahay dushiisay saaran tahay allah mas-uulka ah allah hawsha ay u taallaa wey muttafaqun calayh waa xadiid laysku waafaqay bukhaari muslim ay soo wada saareen axaadiidta badankeed ma aysan sheegin labadan jumleed dambe as-salaat waz-zakaa axaadiidta badankeed baabka ku timid ee mutawaatirada ah ma aysan sheegin labadaasi waxaa looga tegay axaadiidta badankeed u goysayna waa shay la yaqaano daahir ah oo bannaanka yaalla wey xadiidka cinda ahli cilmi wuxuu iskugu xidhan yahay taqdiim iyo taakhiir baa ku jira wuxuu iskugu xidhan yahay waxaa la ifaray inaan la dagaalamo bini aadamka oo loo jeedo axad walboon diinka islaamka soo gelin qolyana waxay dhaheen waxaa loo jeedaa awthaantiiyo mushrik ahlul awthaan iyo mushrikiinta aan ahayn ahlu kitaabka waxbaa la kala qadqaaday laakiin sawaabku xadiidku waa caam cumumkiisana waxba lagama khasisin nin walbana qaab buu islaamka ugu hoggaansamaa oo xukunkiisa u qaataa tafsiilka shareecada iska leh laakiin haddii xadiidku wuxuu iskugu xidhan yahay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ilaa bixaqi lislaam ilaa bixaqi lislaam maxaa yeele waxaa lagu ijmaacay qofka gaalkae diinka islaamka soo gelaya hadduu ashahaato oo towxiidka alla la yimaado rasuulka risaaladiisana uu qiro waxaa loo xukumayaa islaannimo islaannimaa loo xukumaya tafaasiil ha jireenoo qolyo odhanaya hadduu qolyaha aaminsan inuu rasuulku ilaal carab khaas ku yahay tafsiil baa loo raacin howlaha ha dambeeyeen laakiin labadaa rugni baa diinka lagu soo galaa jumlatan wa tafsiilan wax lagu soo galo waa annutqu bitawxiid walictiraafu birisaala labadaa wey tafsiilkan ayuu gelaya intaan dambe salaada iyo zakadu waa xaqul islaam xaqul islaam ninkaa shahaatay ee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah yidhi waxaan leenahay haa muslim baa tahay sida muuqaalkaada kore fil xukmi dunyawi waxa ku hooseeya allah garanay laakiin duhur baa la joogaayo tuko soo weysayso tukaa la leeha hadduu idhaahdo tukan maayo oo ma tukanayo ma gaalaan diinta soo gelin baa mise waa murtad diinkuu soo galay buu ka laabtay ma nin dukaankii islaamkii iyo mooradii soo galay oon albaabka ka furay oo soo dhex istaagay gurigaa mise waa niman albaabka oo soo dhaafin oon soo gelin inaan isfahnaan rabaa sida saxdaa waa inin islaamku soo galay kadibna ka baxay oo ridoobay oo diiday xukum sharci ah oo macluum min adiini bidaruura oo la-aantii aan islaam sii jiraynin islaam ma sii jirayo la-aantii islaam ma asaxaya dhihi mayno oo fiirsada hadda islaamkii bilowday hee ma sii soconayo ninkii salaada ka taga ama tarkiga faqad baad kufriya gaalnimo ka dhigi sida axaadiistu ay tilmaantay ama xukumka asalkee salaadaad fiirinaysa culays kuguma hayso tarkiga sidii mujaradkiisana kufri ah xadiidka sidaa u ogaada intaan dambe salaada iyo zakadu waa xaqu lislaam wa min xaqi lislaami waxaa ka mid a an yuqiimu salaa wa yu'tu zakaa hadday sidaa yeelaan dhiiggoodii baa iga xaarana ibtidaa'an oo towxiidka iyo risaalada ah dhiiggoodii waxaa iga xaarana maalkoodii intihaa'an oo salaadii markay la yimaadaan zakada ah
تفصيل كاس وحديث تقديم كتغيير كاس كتشرة ما حلوه المري مركز صلاة الزكاة للاهتمام بهما للاهتمام بهما إن آدي آد لودن أيه لقد درينسي عليس كي شرعة كولين آياتنا أساس إسكو حرين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين وحن أكتين المعلق بشرط وعدم عند عدم الشرط شيء قال لقو حري شرطي وحي وحا داد سميسو حتى الهيبه لو داد سايسا اذن يلم حبا كسين مايو وحي أود أتري وحي أتكو أغيدين أدوحكو بحيسا أتكو أغيد الشرطي دي بسمين واي محلية هاي حبا كسين مايو وحي وحا داد يشو حبا كسين ايا وي سمي لازم بيكو قطعي هذه ظاهر كن آيات الله في ريو حد كم وقنا يسنين كأن شرك كتوبة كيني بمعنى والخروج من الكفر حق أن أنت كن أزكى بحن ولي مصن إسلامي وهذا شهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتري الصلاة بنتكت ولكن زكى ماذا نديبين حول بدن والله ذا نساب قاري ولي ما الإسلام بظاهر كات كفا ميسا ظاهر كاسي وحال عدي النصوص تكالي نصوص تكالا عديس أو انتهاج أي صلاة إيو زكاة إيمانيا أما ابتداء إسلام كحال قصو قلا الشهادتان الشهادتان بحال قصو قلا أو شامركة أدلة متواترة كتمت سيوط كتاب كيسي قطف الأزار في الأخبار المتواترة في المتواتر من الأخبار عفوا وكو كان يحول ومتواتر حديث كان آد بؤسر دي وذاك كتب قرم عاصرين إلى كنت بقول حديث وحكا بضان بيبابك كو كيلين إذن واباب متواتر حديث يسوء وعركوا وعن أبي عبد الله طارق من أشياء مركا إنه ظلم حديثا إنه وحي قواعد أما أصولي مسألة كترة المامة إن بابك باب علصوي وإنه يجي إنه بروح إلى نقاتسي وعن أبي عبد الله طارق من أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال سحابك وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك له لمن مقلي من قال لا إله إلا الله نك لا إله إلا الله يجادة وكفر كقع عن صيره ككفرية والضفرو الديدة بما يعبد من دون الله ألا سكذي وحل عابده إجداء أما أصنام أما إلهي يرير أما أولياء أما أهل قابورة نقول بميل بروح فريز أما قرح يمحق ضيحه جني إنس وكفر كجالب وديد وضفر بما يعبدو وحلا عابدا من دون الله ألا سكدي حرم الروح أسجع توحيد سدي شرك جنا كف جادي حرم وح حران غضم ممنوع لا أجمر كن ماله هنتي ديسي ودم وديجيس وإن جر ربنا يدان مسلمين نهيو وحسابه فيما أسر كل حساب تنجوح وقرصدي أما قال لي ما أما هو ناجي أنا وأنا كور قبلنا على الله ألا وين الدشي سيئات الله إسكالوي وهول الله أجونيه رواه مسلم مسلم بحديث كوري معنيه مؤصورة المامية مثلا إسكو قال هالك ما كلا مري قل يا خوارجو إلهي شيطان فتنية نفتضون أي وهركا جوتي أي أكو خلدمة نكون مربها دو أشهاتو توحيد كلي ما دو وحلق الصوقاضة أنه كفر بما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إذن حديث كان من وحد الله وكيمد من عرف الله وكيمد ألفاظ بدن بالرواية فربدن كل من نطق بالشهادتين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحق قال لمن أنه أن كو غير مركا وقرصنا يبنان كي يالو ظاهرة وحاد اعتبارنا يسود كسو قايس حكم الدنيا أنه كفر بما يعبد من دون الله أنه كفر بالطاغوت وآمن بالله انت بوض حكم إيسا شرطي قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وحان لنا هيوام حي وأن نطق بالشهادتين من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وحان لنا فقد كفر بالطاغوت وآمن بالله ظاهرا في الحكم الدنيوي وكفر بما يعبد من دون الله هأوقاذن شروط قونئة وشهاتين ككب حسن أيا اللو قبا هاي هاي إسلام كي ظاهر كاي حكم كاها أحد كي يجد هذا لا إله إلا محمد رسول الله أكو خلط من أوش أسك إلالية شروطا فربضان الله شرطيه أن نطق بالشهاتين أما شهات أن لا إله إلا الله شرطية الضبضاء وهو ومحي وإسلام كحقيقها يكون فعلها عند الله وفي الآخرة أما أدونك مسلم ربه ونعكسني يمد منافق أبو واتشوغاني
كوا أيجا وحنكا كفتوم إن إنا اللي مادان لا إله إلا الله محمد رسول الله أما وحي الله معناه كدبنا أي قبط إيمان واجب الله صاروا صلاة كوكتا شروطا أكو خلد منها شروطا سوى الإسلام الحقيقي يا الله قلت لك قلي سيدا خوارج سيدا بقلس كإدين بحن بس بيضا إدين قوي جرتي بيضو يسيدين قوي دا بقلس كنما بيوب بحضر اللي إلى هذا الجفات لما كقولا دانو وقانو بيضا أقو هذا إسكا إلالية وإن كفش من هوشا أيضا أي قال لسكوا يا إسلام من سوا قالوا مسألة كالي هوشا أقادا وكفر ما يعبد واسبق والغسم برحضة والغو كفا فهم كذا دو كل قلوع ذا هالسوي روح دو شهاته أو شاتين كلي ما دو حلينا فقد كفر بما يعبد من دون الله في أحكام الدنيا فقد كفر بالطاغوت وآمن بالله شروط كذا هذين يسلا ما أركه أنت مرك أروح كنت تدب واحد كذا قالت ومسألة كلي يعني لو خلد من وعن أبي معبد المقداد من الأسود المقداد من عمرو من ثعلبة الكندي بالله يقال أن سحابي نسب في سواسدا لكن وضيق نمر كسوكر صدي أيا الله ما قدره أسود قال حمل سحابي وقلت وحان لرسول رسولك وحان كوري أرأيت يقور النبي الله إيشك وي أخبرني إيشك بك دقنت إن لقيت هذا الحكم كي يقوم نقن محا يقو آدان محان سمعية إن لقيت هذا لكل رجلا من الكفار وفي رواية رجلا من المشركين للمشركين تكمدا ننقال هذا كمدا هذا لكل من دقال أن كوكولانو بل كوران فاقتتلنا أنو دقالانو درنا نحمرته فضرب أوقراعه يعني أوقويو إحدى يدي فضرب أوقرا إحدى يدي لو دقع من الدوت بالسيف سيف أوقرو فتوه فقطع أوقويو لو دقع مودن كود دقال لما يجيب من الدوت متسيف له لي أيو إشريب وإقويي مركا أيدي أدنك إسكي علي سدود ديشدنا ثم اللاذا وحيقا مغان قلي اللياد والعياد واسكمت ومعينسي ملبو معير معينسي بدوكو عرّيوي ثم اللاذا مني وحيقا مغان قلو بشجرة جيد جيد بوكو عرّي مركو أركينان صعد عدد هاي أيو جيد هوستكا قلي فقال وحولي أسلمت لله إلهي بانوه قامسي الله نسودي ويبور شركي قال لي وحان شيغي كنت قال لي وحان كبحي طبطو وراي الدل وفي رواية فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله مركان قعنت أبعين ضمعين أن دلو يتوحيد قهور كالنبي الله لقام حيق قاعد أقتله مئة دلا يا رسول الله رسول كلام مئة دلا بعد أن قالها أنت ورد كل واقي كلمة داس بعد أن قالها بعد أن قال لا إله إلا الله أما بعد أن قال أسلمت لله رب العالمين إن كان مئة دلي كرام أي برنانتا فقال سبحانه وتعالى لا تقتله هدل أما لا تقتله دل ميزد هدل إيو دل ميزد محايا لي محادن كل هذا قال لميس قال لماذا كل هذا قال لميس وحتكر لايد وارتوحيز لا إله إلا الله دي أضو بدقبو النبقبو أنسف كتابنين إسك إسلام بريو إيوس وحد كل هذا شيء حودانين بد كل هذا شيء يا فرحان أغلب بحين أغلب بحين مركات مركة وإن ده أواركها وشو أتكاتي أيو توحيد سدي وحد كدي ليسيد كل الدر ليسيد هدو لي يمد حلي قدوني بها لي يمد هذا قد ده كهر ديك لو أدار قوصنا إيسا أحمد بلقو يري أدان روح أحمد حنبل أدان روح فرو خيرك وناك بان فري أما حبا أنكر يا بي مركاسا يان ركيب أدان أسوق السمينية سيأدك بان أولاها اللي هذا الكي بيقص عليه وان كل شيء أتكي هل مرة ضوش يتكهر بره ديك له نفط ضوه إلا يساي حق مشي يجي جد بوري هذا أرقص أنا يساي إن وحفافين هي متي يتكهر باش يعني شيء خير كما روح فريس وحال الرباسي لا تفر وشك قد بي أنت أنا الدين هكاءاتو هذي حيو مركو كقصو هذا العليا قد سيكولاتو مركا الدنبي آمر بالمعروف متي يدي وحالت هاي منتصر لنفسه حظ نفسي أكو قلي هذا سكاك إلى لي فقلت يا رسول الله رسولك الله وأنك قال لي هذه يعني لطابان انقطع وحوقي إحدى يدي الله بدك عمض من ضد بإتشاري ثم أنت كذب قال وحولي ذلك أرنك أو توحيدك أسلمت لله بولي أم لا إله إلا الله بولي بعدما قطع قعنت إذ أنت قوي كذب قعنت مركو إتشاري كذب وليك قد هذا الشيء
أيوه توحيد النبي الله مركز سيل له ديني. فقال سبحانه لا تقتله هدلين هطابنين هأجمرين. فإن قتلته وفي رواية فإنك إن قتلته فإن قتلته هدادي شو أنت توحيد سيدي كذب فإنه بمنزلتك إنك وحوش جوغا بوسك هذه بوسك هذا يجوغا قبل أن تقتله أنت لن دلين كهر ماشات شوكت أضغو مقدادا أيونك صوفة رسانة وكرام صنية وإنك أضغونا بمنزلة بوس وإنك أتشوغي بات كرام صن قبل أن يقول أنت صن أرنين كلمته التي قال ويرد أويري وتوحيدك ويرد أويري وتوحيدك أنت صن قرد واقن بوس كتشوغي ألا تقهي مقدادا أصغون وحو تقهي مركو كلمة يري كذب وحو تقهي بوسك آد شوكتي انت أسك آدن دلين وأسويدارا نيزان متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك وحوي أي معصوم الدم نينك أشهات إيه توحيد سدي أضو سيفتب قدو الهيا ليقي سوال إلى شواء إسلامي وي معصوم الدم ليقي سوال إلى لي شرع إلى لسي محكوم بإسلام إسلام كسنوار الله حكومة شرعي حكومة إنه مسلم ياي. ومعنى أنك بمنزلتي بوسك سبالوك تغيسة بعدما آدي شينا وحاوي أي مباح الدم لي قادبا بنانان يا مقدادو لي قادبا بنانان بالقصاص إن لغو قصاصته لورثتي بو بنانان يا ننك آدي شي ورسيس عرورتي سي وعليه يا ديركي أوغي أي لي قادة قصاصا كرأيني كعفيان موييني مقداد هن الله قصاصه أبها أنه مسلم الدلي حق درهن كدلي لحد يجيت كان الله صار يورنكرا لا أنه مقداد أنه يهي معها بمنزلة منزلة القائل لا إله إلا الله في الكفر حقا قال لماذا قبل أن يسلم مقداد وهو شو قالوا ما هي وحوي أنت وسأوس أنت في تناسو محا بنانا لقيسا بنانا أظونا أنت دندلين محا حرامها لقيسا حرامها مركاد ديشي لقيسا بنانا سيدا أصغوبا أنتو سنتو حيثن دي قيسو بنانا قصاص درتت بادو دي قادة كوب بنانان أصغونا دي قيسو وحلوغو مداني كفري وحلوغو مداني استحقاق جيهة الاستحقاق هكال الدوماناتو لكن او ضباعين تهدو محالي چيدو دو واسل قرو قينتي دي قمرها دوب بنانا دي اسكو بوس بطفر دانو كوركا مكال لغا فيري تشبيه مركو حالغا كافتو ما سيف قود يحو اشتراك قود بالاسك قسم ما اني في جميع الاحكام كسن هذا حديث كاني وحديث مشكله عند اهل العلم نول بميل بو قدفتا نول بميل بو قدفتا اد بان لو رفضا قل لو حيد هذا و ظاهر كو يحي نينك روح مسلمه او شهادهن يا دله حق درنا كو دله انه كافر ياي انه قالو بي نينك انتو سن توحيتن محوها قال نبي وحي لي أظن أنت هذه المحاضرة هاي مسلم هذا أصون بوس كذي بتجي يا مركو توحيد هذا أظن مرك السجد يشوف بعد التوحيد وحتى جيسا بوس كيسي معنوا وام هاي أصون وا إسلامي أظنه هاد قالوا ذي هل كاسي وذا دل إسلام مرين وأنا وأد مدينه ظاهر كوياي وعندهم وحوي وا استحقاقه استحقاقه وي وام هاي إيه حرمة الدم كالله الله يلسك شبهها يا وجه شبهها أنت كلية مقداد أنتو سننك الدلين ديكيسو معصوم بوها قال كان ديكيسو وابنانا مركو توحيد سدي قالكو إذا المسلم نغن ديكيسو أن الله أغاين لداد شو أذوقونا ديكيسو لدادية بنانا يسو حينكو بنانا بالقصاص ومسلم بعد شيء قلنا سيدا سيدا هذين ويرون طايل لكن وفيه نظر حقيقة جاء نظركو مقدار إنك تأول إنه كدري بكهلا ليجي سمح حكومة نايسدي بتأول لما شبهه وين ويت الله ومحيطاي أصل كقالة ليجود وينه بنائه الأصل في دماء الكفار والحل والإباحة آدمه ليجي سل الله شيء بحرام كل نقطة إيمان يا أمان إيمان يا إسلام إن لقاه له يقول المسلمين تنبت قليا أماني عهد رحمره قال كذا عهد لقى الله وما هيشيس لقى الله نباديت نرحمره لقيسه معصوم
معاهد بالي ذم بالي مستم مقعية بضم بيني لكن وان كل وحسود قالها يا نعهد يا بلن آدم هو ليق سحكوب بنانا ذا بعدم الإيمان أو وجود الكفر إيمان لآن يا أمان لآن وحانا حرم إيمانيه أمان هذا مركا على صوف في دماء الكفار وامحي كافر كمحوا كفارا كافرا إيمانا لجهلين أمان أن الله سين يجلس أصل وابنانا إذا تاسهرت أصل كاسو كدو ليا مد الله بعد نين كان وحوتو حيث سدي وشهاتي عند اليأسي مرهوش انتاج الصوح دي لغاري يسيفت القد القبطي بل لسبب التوحيد الله نوحوني فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال لي مشركين إيه فرعون إيه عيدن كيسي إيه قوم يونس وحرم سوسو در الله واسكباب ويه إيمانك أي كل واقين ما أنفع يا مركة أركان عذاب كي يجي إيه الرقد اللي الرقل لها آياتنا بإجماع الأمة وحي خصيصة الحكم الأخرى ووي الحكم الأخرى وبالغها الله هي لكن أدون كما قال وقب تصيف تعداد توحيد ستو سيفته ولا قاد دينية مسألة إجماعية وي آيات معناها أي خصيصوا حديث كذاهر كي سكري تاجريس لكن وذا دو حيلين هوش إن مركا خطر قشو حتى هذا توحيد لقى أقبله وخصائص شرع على الإسلام كم ويوم مذهور لقى أقبلين فرعون بوا لقى ديدي إسنا إلا قوم يونس لما يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي بالحياة الدنيا إذن إسنا ما شو كجرا ومذهور لقمي يري كرين مركي نوكلا صار يدين نبي محمد أمد يسوي ومذهور هلا كلا صار سيدنا محمد قتيل لبضع آيات الإيمان لبضع أصل الإيمان عند الإضطرار من مقبول من مسمية وأصل أنفعها هي مقدار الأصل في دماء الكفار الحل والإباحة وأصل عن فعية مقداد كوري جدا كجورد الله بدأ سلقة جورنا مسألة بحث وبها تأويل كأنت على الصقة ولا نينك هدودي لها مقداد لي قديلا بنانا يا وقاسمة ظهر ها وحيد أبرك كتش بين إيسا نمنك أورنجي متأول كوا معذور تأويل كحوك بنا دونك كو أركي ميسار قال الدقال لما يسير أو مسلمين كان لا يديك عنتك قوي مكاسف قد القبطة الشهاتي نينك الدي لديك سوا بنايا هاي وحديثك ظاهر كيساء هضام الغوغو التكفيرين إذا وحكو بابا أي متأول ومعذور باكو بابا أي هدون معذور يا قصاصنا متي مادين إن هذا أصدق بوسك يستكتنا ما تمادنا أصدقون وبوسك هذا كوري مرقى حديثك هو مشكل نوال بميال بقول رفتا لكن حيلتها هاي رواية وأحمد وريا عضيني سمعان حديثك سيدا هذا اللفظ كان ظاهر كوا رواية بالمعنى إنا إتاي يا لغيابة رواية أحمد معنا بضم بالنوتر نبي الله ميان ديلي كران نبي حول الله لا إلا أن يكون عفوا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت معناه الله قال لا أذيب ما حديثك ومحي روح شهاتي أو توحيد ليمد مدي لي كرتيد إنا بطيب موين أصغو كالي انتو صن إسلام ومسلمين يا الله يا قال الله يسا إن قالوا ذو موين مسلم دي لي ميسد وي معنو لا ما دي لي كرتي إلا أن تكون أوفر صدع عبارة لفظ أحمد لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت نبوة المامية عادية دقانا وحان وحالا يقانا مسلم الشهادان بغير جرم وحادلة قال بادلة قال بادلة وهو شا كدك دقا مسلمين يدلي شا قالوا معنو النبي حكى الله يوام ممنوع ما تابن كرتي اللهم انا قالوا بس ودي قبرنا يسمى موي معناها قد بنبي حكى الله اي ما تفصيل تفصيل كان دقيق يا واتكلم وريقي يسال اصلا هل كانوا فريسان هيا
adigu halkan aad fadhiisanaysaa dhiiggaadiba bannaan haya, hawshaasi riwaayada axmed kuma siinayso. Ishkaalkooda haddu ay ku rafadeen bay riwaayadu meesha ka saartay. Ma bannaano allahuma inaad dhiigga bannaysan mooyeen, waa macno bannaanka yaalla. Gaaladan lagu yaqaana dhiigga islaamka inay ballaystaan, adigaa kaafir ah iyo booskiisood ku wareegaysaa, way kala duwan yihiin. Hebel u gacan qaadi maysid inaad waalan tahay mooyeen, macnuhu wey ha inaad waalan tahay mooyeen. Aabbaha caayi maysid in lagu marayba mooyeen. Ruux muslima dili maysid inaad calaha dhigatayba mooyeen. Macnuhu maaha gaal baa tahay riwaayada. Marka saxiixaynka waxaa ka wanaagsan riwaayada axmed. Riwaayada axmed baa ishkaalka idinka saaraysa. Aan iskaga tago, waanu tilmaami doonaa wixii ku jira insha allah xadiidka. Marka waxaa ku jira haddii sida iyagu ay jumhuurtu mareen ilaa toddoba qowl baa ku jirta xadiidka ta'wiilkiisa, waa lagu rafaaday nin meelba ku dhuftay xaafad intuu ku daalay buu iskaga tagay meel asagoon rajixin. Hebel baa yidhi, hebel baa yidhi, hebel baa su'aalaha buu iskaga tagay, lama dhaqaajin karo. Waxaa ku jira haddii sida jumhuurtu ay mareen la maro, anna ta'wiila laa yadfacu dhamma watawbiikh, ta'wiilku in lagu canaanto dhagaha lagaa raaco weliba lagu caayo lagu cambaareeyo ma diido, mana hor istaagi karo. Sidoo kale ta'wiilku ma diido qisaasta oo reebi mahayo adoo muta'wiila lagu qisaasan. Waxaa kaloo ku jira aakhara xataa mutaalabada iyo dabagalka iyo daalic dhaac lagu raacan lahaa kaa reebi maayo ta'wiilku. Ta'wiil muxuu qabto marka? Ma yanfac, lam yanfac shay'an. Haddii daahirka xadiidka lagu socdo waxba ma tarin, waa xadiid mushkila. Dhiigga islaamka in ummadda laga celiyo laga bajiyo oo looga digaa loo deleshada xadiidku waa sax, waana macno maqsuudo aad u qiimo badan. Laakiin calaa ra'yi aljumhuur wuxuu ku gadaal xoraya qolihii odhan jiray ta'wiilku waa cudurdaar fi masalati alkufri, asna waa baabicinaya. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحيد بعثنا رسول رسول كله بأن ندري سنة كي تضباط أمس ديات بالإسكوها دولان كان وكمدها أسامة إنه سنة كي تضباط جلد أهامة ديات بالإسكوها. بعثنا رسول رسول كله بأن ندري إلى الحرقة. حرقة سيد الراجحة وشرب كتر سن ريجو هين كتر سن إلى الحرقة تقويسك حرقة اللي يدادو ومن جهينة ريجو هين كتر شيء. Qabaailku iyo isiradu marka laga hadlay cinda alcarab waa lix qabiilo iyo shacab iyo fakhid iyo fasiilo iyo batni iyo cashiira la yidhahdaa, lixdaa qaybood wey. Qabiilada u sarraysa, qabiilada u weyn, qabiila waxaa ku xiga, shacab baa ku xiga. Wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila, idinku markaad soomaalida shucuubtaad mooysan ee weyntahay abadan. قبيلك وين عند العرب صادرت مرك آيات سورة الحجرات والانتقال من الأدنى إلى الأعلى وي أو من الأخص إلى العمي واللقورية. قبيلة أقص أقوين أقوب اللاران وحاكو حيقة شعب وحاكو حيقة وحا ليلة فخذ فخذ كيرب بأن نقول أنا هذا مرك أن قال إنك سوى فخذ كذو نقصر ري وحاكو حيقة فصيلة ليلة هذا وحاكو حيقة بطني راس عشيرو قيس باكو قدام بي تضبط لحدا قيبوت وي. هذا مركا الحورة قوام حي وفخذ أم وبطن أم وعشيرو من جهينة. جهينة وين؟ جهينة قبيل كمثلا وسيد الراجحة وذات وحين حورة قضوا ومكان يبوس يقويس كن ريجو هين دقي جرين وي واسم بلد ومكان حورة قضوا نيانبا أورانية. لكن الصواب الحرق وبطن وفخذ من جهينة وشرب أمر راس كتر سن رجوهين عقد من عمل الجهن سحاب ضم بكرة شد قرن إنسان عبد الله بن أنيس الجهن سحاب ضم ومرك أنصار حول فلا أهاب قويس كسوت شيء ذي يوم مدح بنا نوي شرينون إن رقم كواهي وحول السحاب يقول فصبحنا القوم قال إذا بنكو بريسني فصبحنا القوم هرابت بنقليوي بدأ أرورتي بدأ صلاة بنكو نرداري على مياههم أيغو بيهو دي جوغ قيلو عبها يو حوليه أيغو مركا بيه جوغ أيان دول فريسان على مياههم علاش بيه جوغ بان كوه الرئوي والله حقتو أنا أنو حان كدب توقن حالي لهدان أسامة آي يو رجو ميلا أنصارين أنصاريد
ninka asagaa lama sheegan magaciisi rajulan nin baanu ka daba tagnay minhum min alxuraqa ka tirsan qoyska xuraqay reer juhayna ka dhashay mirdaas ibnu camrin alfadaki baa la yidhaahdaa waa la sheegay mirdaas ibnu nahiik alasdi baa la yidhahda cafan alfazaari baa la yidhahdana waa la sheegay wa fiihi maa nadar riwaayadka macnaha tilmaamaya qiso kale ay ku yimaadeen oo ninkaa magac dhabaya wuxuu yihi saxaabiga falamaa ghashaynaahu ninkii markaan daboolon harayna yacni markaan ku kankeenoon la soo gaadhn oo seeftana hooska annagu u qabtay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waa towxiidsaday fakafa canhu alansaariyu ansaariga baa ka joogsaday buu ihi ninkii markuu ashahaatay ansaariga waa istaagay wa tacantuhu anugu waan wareemay buu ihi waan tumaatiyey birumxi warankayga xataa qataltu ilaa an dilay buu ihi anugu laakiin geesaan u dhiga haddaan usaamahay nin yar buu ahaa nabigu markuu dhimanay calayhi salaatu wasalaam wuxuu jiray daada ugu badan la sheegay 18 buu jiray cinda wafaati rasuul calayhi 18 jir buu ahaa dagaalkana wuxuu dhacay sanadkii 7 ka soo qaad imise jir buu markaa u ahaa usaama 15 jir wey waa nin yar 15 jirkiinu hadda masaasad buu wataa masaasad xafaayad baa u xidhan wadooyinka la marin gacanta la haya haweenka baa ku rafaadsan duqayda baa nafta kaga baxday macalinti baa imtixaan saaran yahay marka waa laba kalaba ninkaas 18 jirka markuu nabigu dhibanay ciidan dhan oo abubakar iyo cumar ku jiraan ba hogaaminaya oo falastiin ku duulay reer rom waa 18 jir inigoo tiin ejir baa leedahay caruur ba idin yihiin haraad ka wardeynaysaan waa la kala tegay wacantu anugu waan tumatay waan wareemay buu ihi birumxi warankaygii baan ku muday ninka xataa qataltu ilaa aan dilay falamaa qadimna markaan madiina soo galay madiina markaan nimid nabiga u nimid balaqa dalika arrinkii aan sameeyey waxaa gaadhay wuxuu gaadhay annabiy nabigu gaadhay calayhi salaatu wasalaam faqaala li suban wuxuu igu yihi yaa usaama waa wiilkiisi isagaa soo korsaday waa min aali beyti rasuulillahi usaama waa dadku inagu u jeclaa wey marka dhanka kale la fiiriyo xagga la fiiriyo caruurtii reer bani haashim oo dhan buu ka jeclaa isaga usaame waad garanaysaan wuxuu ku dhacay ninkii u faanay cabdullahi ibn ku yidhi soo garan maysa maalintu nabiga aan ka hortagnay inagoo yar usaame uu xambaaray xaguu saartay wuxuu kaloo qaaday hebel cabdullahi ibn jacfar buu qaaday adigana uu kaa tegay howlo badan baa usaame marka nabiga aad baa ugu duceeyey markuu dhimanayo ruuxu u duceeyey keligii baa ka jira nabigu xabeebto xanuunka intuu kala gooyaan hadli karin baan soo salaamay buu aroortii uu naf baxay aroortii ka horreysay markaasuu nabigu intuu gacanta kor u taago madax iga saarahay buu igu soo foorarinayay fa caraftu annahu yadcuu lii nabigu inuu iduceynayo baan gartay buu ihi marka ninkaa wey nin da'diisa oo nabigu xil intaa leeg u dhiibay lama hayo fi taariikh nin isaga da'diisa oo xilkii loo dhiibay nin u dhiibay lama hayo ninku nin barakaysan buu ahaa yaa usaama aqataltow miyaa dashay ninkii ree xuraqay ree juhayno bacdama qaala laa ilaaha ila allah intuu towxisaday kadib miyaad ninkii wareentay qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi innamaa kaana ninku wuxuu ah nabi allow mutacawidan mid magangalaya towxiidkii dhab kama ahayn waana baabaashay ninku siduu dadka u rafaadiyey riwaayada xadiidka laa sheegi doona ninku nin muslimiin bada hebel buu dilay oo hebel buu dilay hebel buu dilay markaan ilaahay ii jabiyey aan dili lahaa ayuu towxiid iga horkeenay buu wuuna ku gabanaya dhab kama ahayn muxuu daliishanayaa saxaabigu qaraa'in qaraa'in ulmaqaam haddaabad waranka igu tumaatiyeysay oo muslimiinta kala gaabinaysay markaan boga kaaga fadhiisay hidaayada kugu soo degtay maxay ahay iimaankan lagugu soo duray dafta maaha daahirkeenna waa maxay haddaan innagu xaaladda qiimeyno waa maxay oon xukumki ilaahay u kaadinno waa siduu usaame sheegay waa siduu imaam sheegay laakiin usaame waxaa ka hoos baxday qaacido la yidhaahdo shareecadu waxay wax ku dhistaa shayga la koobi karo ee la dabdin karo ee la ururin karo ee daahirkee shaacaya waxyaabaha khaaska ah ama nawaadirta ah cafwan waxaan u jeedaa waxyaabaha khafiyaadka ee qarsoon een la dabdin karo la ururin karo laguma dhiso idan waa in baabka lasoo xidho haddii uu nabigu odhan lahaa ninkii towxiidsada ee la ogaada inay dhab ka tahay waa muslim ninka aan towxiidsada ee la ogaan waaye ma dhab bay ka tahay mise waa beenna waa gaale ha la dilo waxba mayda dhaqanaateen ninkii aan ku kala goyn maxay u tuuxi anaa oga been bay ka ahay waxaa rabtaa adi reebel ba u dilaysaa
ذكر أنك دحى أباه أبو الدلاء ذكر صغير صغير جور عنك دحى يوم الضوح والله إسباب بين لها بالله جراها كل فائدة يسري والله اسم الدين راعٍ باشر طنبا خرم العيد ضبط. ومن مقاصد الشريعة وخصائصها التحديد والضبط للأحكام. وإن وحل أورو إذا محنقور رنكر إلا جلاد أكادية نيوان البوح وكوها الله الله تحقليه هوستو يوحكا قرسان هيا أنا أغاية فربا الله بنايدي هو لا إنقد هاي سيدي بملك سحاب يقول فقال صبر حول إسكادة وركاسي أقتلته بعدما قال لا إله مدش إنك إنتو توحي سيدي كتب. فما زال نبي موسى كهرين هذا الكينو وضو يكررها وادا إنه يقول العلي. فما زال الرسول عليه الصلاة والسلام يكررها كلمة داس أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله علي أن يقول العلي ولي يقول الله حتى تمنيت إلى أن ضوني بورون تمنيي أنت على يستي أني أنا ولم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم مالك كور بأن إسلامين إلى أن تمنيي أي النبي يقول عنها هي بورو دقها يقرعي وكلمة الدين واي أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله حتى تمنيت إلى أن شكوش الله يتضيب ولي أنت مني أمانش على يستي أني لم أكن أسلمت إن الإسلام إلى هين قبل ذلك اليوم مالك أكد مالك كهر حان سيب شو مانت إن الإسلام تابع شو كوفي عن الله وده حالك ليك النقطه دم بيغسل لك شيء إنك أدي شجلي طيب متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته نكم لا إله إلا الله بويلوه هدنا وادي شيء. قلت يا رسول الله رسولك لا يحاري إنما قالها خوفا من السلاح إنما قالها وادا وحويري كلمة خوفا بقيد وكبقي من السلاح هبكي ورن كان لورد يبا يا عبسي إسلامي وانا كما هاي. قال سبحانه وحورا أفلا شغقت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا أفلا شققت عن قلبه محاد قلبي سود الله عن ويدي قلبي سمحاد ود الله عن ويدي ودنه سمحاد بارد ويدالي حتى تعلم إلى ذوقات أقالها أقالها شعره وحيدا ينسي كلام النفس أسوغان أقالها قلبي قال له علنها وللعين ما هي وحال روح له علنها قائلك والروح ما قلبي. وفيه إثبات كلام النفس ردا على المعزل اللي سوء استاقين وحبك مجرى ورك أفلا شق نك لقاه الله يدل كيس اللسوه سواكما روح مكلفة لسكها هي أفلا شققت محدود الله عن وإذا عن قلبي وضنه حتى تعلم إلى دقات حتى سادوه قات أقالها ورد مير ننكاني صدق مير أم لا موحوير عفوا أقالها خوف من السلاح موحوير بقيد وكبقي سيفت يورنكا أم لا مسر ربي بكاهي. إذن وتعليق الشيء بالمستحيل نبي الله وسيد صحابه كذا روايتك لي نبي الله ما أنا حتى قلبي قدان دل عشو عاد هي بوي محي شيء قلبي قيس ضبك الله صار طوال عنا وضناه لي هذا به هذا ده ونيس وحكوا قان كرين عرف قيس محل قم ويدب النبي صلى الله عليه وسلم قلبي قيسنا ما ذن شيحين وحماذا كوا قانين وحكوها الله ما ذن تعجلينين هدي. فما زال يكررها النبي يقول علي ويدا موسى كزو لمدين وعلي دش يقول علينا حتى تمنيت اني اسلمت الى ان شعل سين ان اسلام يومئذ مالك السقا الحرقه بضم الحاء الممل هذا لغدي او لكردبو عفوا هذا دبنا الهين لغدان دو وفتح الراء ردنا لكردبو حرقه ليرهد بطن وجرب اما راس من جهينه قبيل كرج وانا كد شيء القبيل المعروفه قبيل اللي يقن عنك. وقوله لصحابه متعوذا أويلنا إنما كان متعوذا وحكوذا أي معتصما حمغن قال يعسكني بها بالكلمة ويرد التوحيد كأيد من القتل تلك أيون كم مغن قال لا معتقدا لها موسى آمن سنين لا معتقدا لها كلمة آمن سنين يوم على رميسيا ما هيني وكبقني النبي على الله انت هذا اللي ينسو الشيء حديث كورا كتبا كنكو جرتا الشيخ الاسلام ابن تيميه كتاب كسار المصل وحسوقر وكذلك الجويني في الغياث في كسوقوريا والغزالي في تحسين المآخذ اي غير كتب يسوقوريان روحه قال كحربك سيفته اللي قد الهيو هدوته يحسده باجماع المسلمين سيفته ولا قد دينيه وحان الله حكم انه مسلم ياه اسوقن سوق ابن انوحرا ان ربنا انا ويديسن هدوته يحسدنا واسلامي أسوأ حبط بلغوب بالله من هدو إسلامك فاسي في عن
seefta dusheeda hadduu ku islaamo isagoo geed ku xidhan hadduu islaamo kulli waxaa weeye dhiggiisa waa macsuum iyo maalkiisii waxaa weeye waxaan loo xukumay inuu muslim yahay. Asalka asaga ayuu sayidina Usaama ku khaldamay. Maxaa loogu cudurdaaray marka waa yahay hadda goor baanidiisha waxaa loogu cudurdaaray masala ay qoliyo xadiidka ka hadlay inta badan ay garab maraan baa jirta. Masaa'ilka samciyaadka la yidhaahdo ee akhbaaru shaaric lagu ogaado iyo axkaamtiisa lagu ogaado een caaqliga iyo fidraya daruu aan lagu ogaan karin nadariyaadkoodu marbuu daruuru isu bedelaa mararka qaarkood daruuriyaadku mabuu nadari noqdaa bixasabi kulumisa faafiday faaftay iyo adilada ku timid ogaashaheeda iyo ogaa la'aanteeda beledkaad ku nooshahay meeshaad ku dhalatay islaamkaada horayntiisa iyo cusboonayntiisa cusub yahay howlahaasay ku xidhan tahay. Hadda idinku waxaad leedihiin ruuxa gaalka ee towxiidsada cinda rafci sayfi calayhi in seefta laga joojinayo oo dhiggiisu uu xaaraan yahay oo uusan bannaanayn waa mas'alatun macluumatun min addiini bidaruura qad tawaatarat fiiha alakhbaar baad odhanaysaan laakiin xaadisu markay dhacaysay lam tatawaatir fiiha alakhbaar wanaad fahantaan lam tatawaatir fiiha الاخبار مثلا نقليه سمعيه نظريه علي وسعاده فلك السمعيني اذا مسائل كالنقل خبر شارع لغا اوغادو اظن كان ولي سو عدانين اوغانين وا لو عذر دارا جهلغا جهل ياسنا قال لما ما علم هي مناد كيبان اسحينين مناد كي يسابك لو تكفيرين لها بان ايمان او اها مسائلك السمعيات كالروح وعلى التكفيريه الجحد والتكذيب والرد لاخبار الشارع والنصوص جاهل بوكنو قال لما ما الجهل في السمعيات ليس كفرا اظن باصو اسلامي وادوي توحيد كيف لو قبطي ولغيس موسى مقل صلاه ودي واجب ما حليدي ما وحاليدين قال لما كو دعايه وحا لوغو عذر داري إنه حديث عهد بالإسلام يا هي مسوحا ليدهين ها لم يكفر بان لنا لماذا؟ لأنه لم يجحد ولم ينكر وجوب الصلاة وإنما جهل وجوب الصلاة لا بد هذا إسكاكي خلطته ولقين إذن توسمي سبهاشو جفات بإسكاكي خلطنتي زنادقة عربيات بإسكاكي خلطنتي مشركين الصوماليات بس كذا خلدنتي خوارج بس كذا خلدنتي جفاد اسلي دوبان مساجد كد النهايه اس كذا خلدنتي اس كذا الاليه او شاد او غفر صدا كفر مرنا وجحد اي تكذيب وهذا تلمت الهبلو ما اوقتها انه صونك واجب هي ما اوقي بان كوري من كم حال هذا وجاهل ان حول صونك واجب ماها ايمان صارو محل هذا وجاحد ما كلمه مسمى قالها هبل با وركا شيغاي تلو مرن بو شمس بين بو شيغايا الا نغو باتر غران ما هي نيكا محلده ما مكذبه للخبر مسوا جاهل جاهل لصدقه وكذب بو جاهل كيا انه خوري هبل با شغا دانا لا ده ورك سخو كما جيران نيكا محلده هاي ومكذب الهي با سدا يده قاد ديدي بو نيكا محلده وراد لخبر الشارع جاحد لا ما يهم سماها ما إلهي بواجب يلي قرن ما هي كويري بل علماء أن أحق بكتصدو بل علماء أن كور دونو نكم حل دي ها اسكو خلدنا جاهل يا جاحد إنك كي سواوي كد من هذا وحنا نقبلك رأيلا يماننا وركنا فانتين بإلا تاه مسألة سمعياتك إيا خبرياتك وإسبدلي كران و ايغو مانتا ضروريات اي بقول سنه هذا كده سو بدلي كان نظريات ما يرانيا علمي جيدي اقونت دي دك يقاني با يرانيا الى الله هلو قولي ورنا مسلمين بان محمد مسلمين كوتين ادركنا اباءنا وهم يقولون لا اله الا الله لا يعرفون ما صلاه ولا زكاه ولا صدقه ولا حج حديث حديث قرنيسان maxaa isbedelay ummadii ka warqabtay salaada wujuubkeeda iyo soonka iyo zakada iyo xajka sharaacida iyo qanuun dhan baa dhammaatay diinta waxaa kaga soo hadhay hal qodob oo ah laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah wali maxay markaa iyada xilligaa jooga
مسلمين وي حلقة أيضا ليش مسائل كان أي كجاهل كيهين سوق قادواي هي وسمعيات خبريات ضدك مع يقان إن التهديدين تكثر سنتك والله يدين وحي لمديه كواد إسلام كسوق قالوا يو أنوروا هينين صلاة يصور وتعيد كمان تانو قبرني كآخر الزمان كإيمانية يا أضيق مكان بي الإسلام كي دين كان سوق قال تعيد كوقبتين لسوع إن محقق كل دوي مد والبوحان سوق قالين وخبر ما فيش مين نسفهن سمعيات كيان لدي خد دقين مسألة الخبريات فهمة صحابي هذا هو شو مركي قبسنا يسي ها يا إذن شيء قال إني قالكو هذه السيف تمرك الوقا بتقول تحس ذيك سو حارانيا إني معلوم من الدين بضرب في عهد ياي إيه كان ما كاني كرتان بعد إنه حتى بيها كانتان مرة قال لي ما كرد عي ولعذر داري وشيك برلي ماذا فأنت مرك أصدق معلوم من الدين بضرب بنايستي يتأويل كوعذر دار نين قال لي ما كرد عي حديث شغلكم لها لكن إذا فأنت كوه الرئيس شهادة علماء وحولي أرضي أنتو منهاج كبري يقول أرد واضح في الحديث أرد بقول وحبرته ولكن عقلك أقاسم لهيت حقين كأكيني بقول إنه منهاج فهمي بقولي لكن أوي هاي لقروني لقروني مرك إنا فهم دين تفهم بيك هذا بانت إن عضين معها إن عضين معها وعن جند من عبد الله البجلي حالي مركان سومر يسحابي وبجلي ما جند عبد الله الأزدي ينو حالي يا يسحابي ورين سومر ريبان كوك ينو قاطينا يسحابي ورين من صلى الصبح صلاة الصبح فهو في ذمة الله يسحابي واسكم وبجلي سحابي كلا جند من عبد الله ابن الأخرم الأزدي الغامدي بان كوك خلدي حالي سحابي ورين كان بوا بجليين وجرب كوكوسي يكوكوسي عن جند عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث نبي وحود دري بعثا عيداً بودري من المسلمين المسلمين تكمدة إلى قوم قليو قدري من المشركين قال ذا كمدة وأنهم التقوا واكل من المسلمين قال ذا بأسهلي فكان رجل من المشركين من المشركين تكتر سنوحوها إذا شاء مركو الدون أن يقصد إنه أقصد إلى رجل من المسلمين مسلمين تكمدة ودقال لمية قصد الله ويقصد إليه أو قصد الجري فقتل وندي الجري ننشي الشيهانا ودقاليهانا وقالا أي قالا للسعودي مسلمين تقول بني كرقاق هايو فيرنا يا حقي سؤالا هايو توقنا يا ودلي نينكا مسلمين تقول بني أقيستي أصاما مركا نينكا أصاب حي إلا نيرو كوانفعا هاي وأن رجلا من المسلمين من مسلمين تكمدا قصد وحو إيكتي غفلة ودقنانتي سنين كان مشو كدقن يهيبو اكت إلا مركو سوجي دو توغن ايو هذا كور تقطم لاحة تكتادوك توغن ايا أسوي حق فيري يصود دام مري واسيدة دي لسكول الله يوي وأنا رجل من المسلمين المسلمين تكامل قصد وحو اكتي غفلته دقنانتي سيحلو وحوكو إل دوفو إلا ميلا فيري أيو فيرسلو مركو سوكا قارسي وكنا وحانو عن جندو بادان هاي نتحدث وحنا نقول شيء كسنجد أن صحابنا عفوا أنه أسامة بن زيد إنه أسامة بن زيد نكاها نكا قاضي قال كنا قبطي وإسلام طناي إنه أسامة هذا نقول شيء كسنجد واسل قصة سيد الراجحة التفصيل ما حد كان كتره أن كيورا كتره فلما رفع عليه السيف فلما رفع أسامة أسامة كرو قاضي عليه على المشركي السيف سيد كتر القبط أديش أوجيري قال إنك قال كحول لا إله إلا الله وتوحيد سدي فقتله الدمياء قعن لقاضبه العلنكرة والراعي فجاء البشير بشاريه باي منك بشارة وذا ماك عيدا دولو وميلا التقو حاكس ورمري جري انت العيد كسوك قعن المقالة ده نين ديريو فرص ديري اللوسو ديبا اللي أسي بشارة دولة ده نبقى ورفع نسيكي فجاء البشير وحايي من بشاريه خبر خير خبر خيرات نينك وضع اللي ده ور خيرات إلى رسول الله رسولك إلهي نينك مد شر وضع النذير بالذا النذير مرك الله كلا قاضها يوي فجاء البشير بشاريب إلى رسول الله بقوي مد فأسأله النبي ويدي وأخبر وأنا أورمي محاد عاي محا إذن قفصدي قصدي بمشيك مركز صحابي والنبي
حتى فسألوا نبي ويدين نينك بشيرك عفوا وأخبروا نبي أور رمي نينك بشيرك حتى أخبره إله بشيرك أشيغي بشاري أشيغي صوبنا خبر الرجل نينك وركي سيقالك مركي هوري انتو ستوحيد ثنين كيف صنع سد السمي أما خبر الرجل أو أسامة أسامة وحو السمي فدعاه النبي أويره أسامي رواية دمان عضين يسدينه أسامي يعني رجل كل شيء فسأله واويدي وروشا صلى الله إيش شيء هوشا محاك الجرى فقال أسامي حوري فقال صبر وحوري في سؤالي لما قتلتهم حاودش فقالوا يا رسول رسولك الله يو أوجع في المسلمين مسلمين تنكن نافي وحنوشي وأن حنوشي نكن نبر بنوغيست أوجع في المسلمين وقتل وحون الدليل فلانا وفلان صحابا مقعاب وسمى له النبي وحون أمك نبي أسامي نفرا جماعة مسلمين تكمدوا صحابه نكون لاي وإني أنوها دان أسامة هاي حملت عليه وانكو حنباري يعني وان قاضي هوي حملت عليه ويربانكو قاضي وان ويرري فلما رأى السيفة سيفته كدل تاغن مركو أركي قال وحون لا إله إلا الله هران وحد صومرتين حديث أسامة إنه وران كد وران كتماتي حديث كان وحوشيق إياه إنه سيف كد القبطي علوم وحيله وحلقوا جمعنا إياه سيفته أقاضي وإسكد دفاعي كدبنا وران كرفتي وران كد لي وأنا وران كان مركي أوشو سيفته كوش قيم وذا لقود قال ما لابد أهلا بقو استعماله لكن وحو كد لي وحوها ورانك فلما رأى السيف ومركه وام حي مركو أركي الذي وحلو قد لا أورنك أما سيفتي قال حول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حول أقاتلت هذا ما دش واي هاي مركو أشاهد كدي ما دش قال حول صاحب النعم ها وان دليب ونك قال صبح فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة فكيف تصنع محاط قصة ما يندونتا بلا إله إلا الله كلمة التوحيد مركي كرد ضد آخره محطة من دونتا إذا جاءت مركي اعتماده يوم القيامة مالك آخر تجادل عن صاحبها أيضو الدفاع سنينك كل واقع أدنى كنت دعويني سكو أشتكينيس وهو العرس نبي وكعل علي قال وحوري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا استغفر لي إله الدم داف إي ويدي قال سبحانه وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة نبي قعنا أنت سيبو اسكوتي دنبداف ربي إيو ويديد أسامة بحن با فجعل سبحانه وحقودك لا يزيد إنه سككردنا على أن يقول إنه يداه كيف تصنع محاط قصمين دونتا بلا إله إلا الله كلمة توحيدك إذا جاء يوم القيامة رواه مسلم ما القيام وإيمان وإلى كل دونتا ديار صدو الضادي أبو الشيخ في كتاب كيسي لورنجري في عوالي أثر بورياء حديث إن لقطه بتقبل أسامة سيد دوري ما هن قتة وحوي النبي وهو شو أمر بحن لكن وحوله شيء كلمة توحيد وين كذي عظمة ذي ذا بينه شيء نفس القضية هرب ماشة كجرتة وح قال لما أكون عي أسامة من زيد متشرت تقول كسر أدب وحق بدني هاي وما حيكو مسألة وحلقة أيضا ما هن معلوم من الدين بالضرورة ثاني أو مع وقرمة قال بنان كاتشوجا او اشهاتي وركز وعطاء او مدى ايضا وينغون كرتين معلوم من الدين بالضرورة لكن قال حبودوس مرك اللي وقب طورن كاللوقة هذه اشهاتي انا لديلك ان انا معلوم من الدين بالضرورة هاي وصامية تتكلمنا اي سوق قاعدي دي البلدين كباهاية تاوى قضب قضب كل بعد تأويل كسوا معي لبدا قضب كدولة يا لسو في دماء الكفاري الحل والإباحة أصل كي بكدو إن كان ديكيس وايب بنانا أصل كيسي إن لقى جورا أصل كأولو جورا ديكيس إنه حاران يعوب أنتاي دليل أدلة حتى هضيع هاي أدلة وأجي هاي تخصيص بسكدر دعي سحابي قا محل كان ما كان لمرة يولد لي كرا هضيع بنان كقول شهتان ها لكن ما كان مسلمين تلا حويان أو نبو جيستان أو إلهي نوتشبيو أن سيف تطول صار أعد لقى دعيسن ما هاي بسكدر دعي فلما رأوا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسرائك لوي مثلا ما يكون مسألة دقيقة أوي إن كنت دكتور قال لي مو إيو قصاص بواجب هيد أصل كذي أو كان يا هيد أدية هيد وكفارة واجب لكن وحكا رفعي تأويلك هرت وحكوا الرئيس السل سوق أصلك مسألة النوع وكلا حلقة أيضا إن لا واجب يا قصاص إن لا واجب يا دية يا كفارة دي لو مهلكرتي
إلا وحكم تشريعي وحكم تشريعي حلقة أصام أنك ديليو إن القصاص يا الكفارة ودية أي أهيد مشروع ديل بلغة ربا إن أتكين تضب لغاقة باية قد قد إيا هولون بات كور رفاية وحبات كحية لكن أما هلغو سلمو أما هلغا ديدة ومسألة بحث مسألة ومسألة سمعية نقوم كرت النظرية في عهده أما تأويل كميشة كجروا على صدو في دماء الكفار أي مدة أي واحد بدن أنفع واحد وضن بقول شيء مسألة وامحي نبي حيوق اللي هي كلمة التوحيد وإن العسليه لا يسكى إلى عليه أن لقدك دقين واتيكو كلفت سيدنا أسامة بن زيد دقالي أحمر السحابة سفين جمل يحوطن وكاري حكو دارتين وصن روح مسلم والدنب وصن قري حبت أقاليني يسيف نينك الأورنجر السعد إبن وقاس الزهري يا قد يدو يجيري مكلا إذا قال إيه لعالي باكو يجيري أو ريشان باقو يجيري وحوري أنه مسلمين ويركو قادم ماي إلى حتى يقاتل أسامة أسامة نزيد هدو إذن راعو إذن لقلو أنا وايد راعو دي جري أسامة فرسان جري إلا وانينك يهوشو قبسطي نبي قلو الله دقال لماي مرك انت أنا عشر كبعين أن إذن خلاصية مسألة ده لما كوحود نمون الدبقلس كوبا حي يقوليو بيضو أقو أضيبا ميشن كتيرا آدس كغا إلالية روحا هدو مربا مربا أشهاتو أو شهاتين وكل رواقو هي والله بحالة متكود والله بحالة متكود وأمرك إنه كهالين قال نمديسة كهالين هي إسلام نمديسة هذا ربنا مفافينا صدح بينه كردقينا روح هذا الإسلام نمو إيا قال من هذا كوغي هذا كوهر إنه قال هذا مؤقت إنه هذا كوهر مسلم هذا مؤقت لكن هذا هذا كاغم مغلمك الله كورا انتظر أرقت هي إسلام نمو أشهدان إياه وتوحيدتان إياه وصوم إياه وصلاة إياه شعائرتي علامات الإسلام باكا مغلى وانا توحيدتان إياه قال نمو هرونك مؤقت مذو قرصونك مؤقت إسلام نما هرود كنت قائنا مجرته ننكا سوى مسألة إجماع إن إسلام الله حكمي ولا خلاف في ذلك ومن خالف فقد كفر اسكوا قادة أو شيء هذا ومشي خوارج كل من ولي أن تكفيرين تقضى يكون في السهادين بيدو أو قضيوي مسائل عن إسلام لسكوا مخلطه ننكا أذن إسلام هوري يقال نما هورا منا أذن كؤغين هدنا إن هم موجودة إسلام نما إيا علامات الإسلام إن إسلام الله حكومة ومسألة إجماع لم يختلف ذلك إثنان من المسلمين خلاف كحنفية للسوقوري ابن مندر أوشيك مسألة كل فهم ويدين بيكون صاحب سنتاي إلى إبا فانها كسي قاضي تصالة قبنا إذن سي هوتيل بوحاد أوقا شيء أضو حسباء وذا دي إسلام وذا جيفة ما تقاند ورمحاضة هيدين وحاس كي يبوري أيضا وحيت روانين كي محل هذا وادس كذا دقائق مقود قود يزيد شهادة النكاح كينا إذا بتروي يا كلام بخراتين الناقة هذه طاي حاس كذا بين الله طاي يا قدر سادك أو شهادة لا لأنه مقران ما دوينا إسقابين إن إسقابين ما أوجد لكن ما يكون شكته إن إسقابان أصيغ باشيكتي إسلامتنا ويصدق ذي محاضو حكومة إسا ظاهرا إن إسقابان واتك قدتك حسبا ماشا مقالي كرتو وركم يدفانتي وقال إنك كو يميد أما الله كولا أنت إسلام نمهر هذا كو أغيد قال نمهر هذا كو إيه كو يري مسلم بانا سادنا كله تقدم حد صمين ومسلم بان الله سأفهم من يجحل حاله كفرا وإيمانا سابقا أن لقوا أغيد إسلام كوم مجستا وحد حكومة إسا بالإجماع إسلام نمان نينك دينا وقال مسلم معها ومن أنكر فقد كفر وإذي شيء أو شيء نكاه سبيحي تم فانتي وإيهاي أضو ميل فردية إسلام ينين إسوة تكوي مادين وحيدا نسمى قبنة لبا أجنبا كلا النهاية إنا إسكو كاي مهرسان ربنا كو رمى هذا محادو قاتي إنا إسقابين
marka maxaad ka dalbi shuruud weligaada u yeedh maqraatiyaal ii geena ii keena meherkii waaka alaaba shuruud baad raadin aadan u raadin jirin kuwii ayagoo wada jiifa ku yidhi waan isqabnaa eish ilfaariq ibtidaaga shayga iyo in laguu sheego inuu sii jiro wuu kala duwan yahay kala fahma qolyaan waxay dhe waxaan rabnaa inaan curinoon bilowno guur kuwana maxay ku dhaheen waan isqabnaa waa laba kale masalo intaaday ku kala bixi weyd aday ku taalla masaladaa waad faantin bay la tahay qaybta labaad waa maxay waa nimaad gaalnimo ku ogeyd ilaahay keyrkii inuu caabadaad ogeyd muslimiintu la dagaalamayey alluu ku kufriyey markaasuu ashahaatay ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadun rasuulullahi buu yidhi waa macluumu lkufri saabiqan axdata alislaama fii maa bacd waa kufri saabiq oo la yaqaanay oo islaam uu ku soo darriyey may fahantay warka asaga midkaa weeye midka xanafi muranka ka keeneen khuraasaniinta shaaficiyana ay baxdi geliyeen ay leeyihiin aan fiirino hadduu yuhuudi yahay aaminsan in rasuulku uu qoos qola khaas ku yahay ama ciisawi yahay tafsiil islaamkiisa la aqbali maayo xataa yabra'a min kulli diinin yukhaalifu diin alislaam shuruuddaas waxay gashaa iyo khilaafka wuxuu galaa man culima kufruhu saabiqan uma aslama uma adhara shahaadatayn labadaa kale fahma meesha khilaafka xanafiya uu galo waa halkan meesha hore ma aha khilaafka xanafiyihii shaaficida qoraasi meesha sheega waa khilaaf daciifa bal axmed wuxuu uhi waa bidcu yii kitaab axmed markii la weydo hawsha iyadaa asaxaabatu wataabicuun iskuma yn khilaafin buu ruux walbo is muujista shahaadateynka in islaam loo xukumo haddaan khilaafka dambe ictibaarino isxaab nuraawiyo saaxiibkii baa ictibaariyey masalada khilaafiyada iyo midda mujmacada ah yay iskaga kaa darmanin wadaadu miyaanan kuu kala saarin warka miyaad fahanteen maxaa ii soo haray tii saddexaad waa ruux islaannimo aad ku ogdo gaalnimo muujista ka warrama islaannimo aad ku ogeyd gaalnimo muujista haddana islaannimo muujista islaam buu ahaa gaalnimo muujistay haddana islaam buu muujistay waa tawbatu zindiq zindiq masalada loo yaqaan kaana musliman uma tulic calaa kufrihi uma adhara tawbata waarujuuca ani zandaqa tana waa khilaafiyo masaladana waa masale khilaaf laba masaloo khilaaf ku jiro iyo masale mujmaca mid afraad oon diinta islaamka shuqul kulahayn baa jirta oy la yimaadeen nimankan u aqaano jufaada nin islaannimo muujisan jiro gaalnimo muujistay baa islaam loo xukumi diin islaan ma aha wax muslimiinta ka mid u qabana ma jiro waa dadkan muslimiintan u aqaana hadda la socdo islaam baa lagu ogaa gaalnimo kufri akbaruu sameeyey oo falkii baa ka sugan kufriga ahaa oo wuxuu sameeyey waa kufri akbaraad leedahay haddana koofiya islaam baa lagu camcaminayaa wax sii jirta oo wax sii jirtay ma aha daa'ifo muslimiinta ka mid oo qabtana lal jahmiya walal jaaxidiya axad qaba ma jiro ahlulqibla waxay ku ijmaaceen ninkii islaam sheeganaya gaalnimo muujista waxaa loo xukumayaa fi dunyaa inuu kaafir yahay khilaafku wuxuu ku jiraa cinda ahayl bidac xukumka ukhrawiga ah laakiin adduunka in gaalnimo loo xukumi waa laysku waafaqsan yahay kutubulmaqaalaad akhriya iska daaya waxyaabaan mucaasireen qoreen hadda kore annaga nagu lugooyeen in ku baabaanaya ku lugoyna kutubulmaqaalaad akhriya kutubu tawaa'if akhriya lama soo helayo xataa thumamat bn ashras alkaafir allaciin cinda ahli lcilm wa tilmiidhu ljaaxid ma qabaan ninkii gaalnimo muujista in loo xukumo adduunka islaanimo ma qaban waxay leeyihiin hadduu jaahil yahayna waa macduurun cinda allahi fi laakhira hadduu mucaanid ahaana u ah kaafir mucadaba maxjuujun laakiin adduunka waxaa loo xukumayaa bay dhaheen alkufr kadalika aljahm bnu safwaan abulxasan ashcari baa ka soo guuriyey
جاحظ يا ثمام يا جهم بعد ما قليها ما أنت سلفي ذا شيء تأدون كروبان إسكيل علي ما كلا مريو نين قال نما موجست كوفيس نهلا وعم عين ما كلا مريو كواسر داما قيبة كم إذا وأنا أقدم بك إلى كم حيكون خلدمين كفر التصريح هاي عضاي وكفر اللازم كم قال كباس كذا خلدمي هذا كلا فهم ويدنا لبضم بالله كل ميسا إرها سواء إرها ربنا تفهمتان قاعدة أيضا سيدنا عثمان وسيدنا عمر وخلاصين يا أن أخري مركا أيضا أنت إن تكلفانتان مهم جدا هو عن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه قال وتابعي كبير من كبار التابعين روى عن عمه عبد الله بن مسعود أي عمر جماعة وحكورية رقف قدورا واسقد على ذكر نيسان عبد الله بن أدير عتبة دي عبد الله وولاله قال حوري تابعي قال سمعت عمر الخطاب بن يقول أسقولي إن الناس وفي رواية أناسا إن الناس قليو يعني إن الناس كدغنتاي كانوا وحي أهين ددكو يؤخذونك ولغو قبطو ولغو حسابتم بالوحي وحي قبال لغو حسابتم جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق نبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني وحي باطن بالغو حكومة جرى وحي ومجيدة وحي أجيدة هولا بدون أنه أنا أغيد ونقا قرصون يا إلهي وحي كشيء جرى رسولك الله وحي ينجر حق بدن بالغو حكومة جرى لكن هذا صوبانه النولا يهدو حجاب تيبا لبدا تشيربا وحال عسكنا يؤون ظواهر معاملة الناس بما ظهر من حالهم بأصل أهيد نبقى وكيك صلى الله عليه وسلم كو إليه كل دقاء الله مي إوام حي حق ديرادة إيو طريق معرفية ونبقى كحدنا نبقى نسوم مريبا نقاق عيب صحابي كو شيئية وتمهيد قاعدة وصوه قول لك الصمينية وإن الوحي قد انقطع وحي نواق أي حقوق أي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما نأخذكم الآن أنا هذا وحيني كقبنا إنا نبي حبنا نيد إنه حكوا حكمة بالباطن والظاهر أحكام باطن كسر يسون ويرم بطنين نواجر تون نبي وسمي هسأت الغالب نبي حسكن جري قاعدة أصل كوام حي وحسابهم على الله وحسابهم على الله وإنما نأخذكم الآن هذا وحيدين قبنا إنا ونكون مأمورين بما ظهر لنا وحي النوم مغضوء من أعمالكم بما ظهر لنا من أعمالكم إيه عمل كنيدين نوم مغضى هدو وناكسين هنا وناك باردين مامولين هدو حيين حمام باردين كحكمين أسقب التفسيرية فمن أظهر لنا خيرا خير نك نوم موجية خير كحوجية ذا إيمان أم عدالة فمن أظهر لنا خيرا أي إيمانا وعدلا أمناه أمناه وأن آمن إناه أي أمناه صح ما أمنا هو النبات قال لنا وحاكونا أكسن أمناه إلا آخر وصيدة الرنسطة قاركو ذي قرآيانا أمناه وأن آمين يجعل له أمينا أي عدلا ينكاق سوقاتي الناوي إنه نم في عيني هاي وعادلي هاي ينكاق سوقاتي الناه ما من الأمن با مسوى من الأمان الله بك لما سألو أمناه أما أمناه أن نبت قلنا أما أمناه أن نؤمن وأرمينا ونقب يأينه أمي العسكان كرو الاعتماد كرانه آمنين وقربناه وسود وينين وقربناه ذا سكودي ذي سأمناه إن من الأم لقدره من الأمان من الأمان إن لقدره تاسكودي ذي سواء محيواتي تعديل كأيد يروح أمي هاي أو صادقي هاي وخبرك سلقبان أيه تي أيدوي وليس لنا أن نماءها نبور من سريرتي سرتي سهوس شيء شيء وحأهوس هي قلبي سكجرة أنا هو الله طلب معها وأنا أكباك مضي وأنا أكباك مضي وأنا وحكوش السحاب قال الله يحاسبه في سريرتي الله يحاسبه الله كو حسابها أي أطلع في سريرتي نيدي سقلبي سكجرة تاسوا ننك خير نموتي ومن أظهر لنا السؤال وفي رواية شر ننك الشر نموتي لم نأمنه ما آمنه تنضبع ياتيه راك فسسوما لم نؤمنه ما دين سحابي معوري لم نأمنه ما آمنه إنه ننفعي مقا أقاضا ما إنه ولم نصدق ما رمينا وركو شيغا هيانا رمين ما إنه وإن قال هبي هذا إن سريرته حسنة ورميشن هو سائي في عانه وركي يكور إسكدا يهبي هذا لو بحما يبرو سحابي
وإن قال هب يراد إن سريرته إن باطنه حسنة وناكسن. رواه البخاري رواية كلي خارج صحيحين أيه. من أظهرنا شرا ظننا به الشر وفير صدهات صحيح عند أحمد وغيره. من أظهر لنا الشر إنك شر نوموجية ظننا به الشر شربا أم لينا شر لو يهيبا حكومينا وأبغضناه عليه بالسحاب وأبغضناه ونقع رونينا شرك أساقا نقع رونينا نوموجية. سرائركم فيما بينكم وبين ربكم لفظ عمر سرائركم فيما بينكم وبين ربكم وحيدين هوسية أليير إذنك أليهم بإذن تالا أما أنقو وناغنك نوموشي وانو وناغسن ياي حمانك نوموشي وانوحو ياي وكن عيننا. إذن أحكامته حلو الدرين يا كفرا وإسلاما وإيمانا وعدلا وفسقا على روحي وحكم قاعدة أيضا سيدنا عمر بانا أصل إلى رسولكم كقاتوا صومرتين حال أمر يدتكن الله تقال إلى وحليه. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أفلا شققت عن قلبه أصل كي بكدوا ليا لكن أمدي بأشياء منبر كي مدلون كتشيدي رواية أبي فراس بانا كفا فاسا رواية صحيح بخاري وأسقوا وريو انت أصلا مرك عشر كوي الله سبحانه وتعالى أعلم.